يحكى أن كلمة سحرية نسمعها فتلتفت الآذان وتترقب القلوب وتنتبه العقول لما هو قادم وآت. إنه عالم القصص والحكايات، ذلك العالم المليء بالنوادر والأسرار والعجائب والأخبار. قصص من الشرق، قصص من الغرب، قصص عما كان وقصص عما قد يكون. قصص البشر، قصص المدن، قصص الوقائع والأحداث. وعلى مر العصور والأزمان ظلت القصة نبراسا للأمم، منها يتعلمون وبها يتسامرون. نحن نقص عليك أحسن القصص، خاطب الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن كانت القصة موطن الدرس والعبرة. السيد عارف الاجتماع، الأخوة الحضور، أعضاء وضيوفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى أن كان هناك رجلين، وكان هذان الرجلان قد بلغا من العمر ما بلغا، وقد أصابهما أمراض عضال، وشاءت الأقدار أن يكون هذين الرجلين في ذات المشفى وأن يعمر ذات الغرفة. ولسوء حالتهما الصحية كان الطبيب قد أمر كل منهما أن يستلقي على ظهره طوال اليوم، لا يفعل شيء سوى النظر إلى سقف الغرفة. إلا أنه كان قد سمح لأحدهما أن يجلس كل يوم ساعة بعد العصر، وكان الرجلان يقضيان أوقاتهما في الحديث. ماذا لديهما غير الحديث؟ فيتحدثان عما كان، عن عائلتيهما، عن أعمالهما، عما كان يريد أن يحقق وما الذي فاتهما في هذه الدنيا. فيتذكر معا الأهل والأفراح والأطراح، وهكذا كانت تمر بهم الأيام. ومن بين كل الأحاديث كانت دائما تبقى ساعة ما بعد العصر هي المفضلة لكل الرجلين، ذلك أن في هذه الساعة كان يجلس جار النافذة جوار نافذته، ثم ينظر خارج النافذة إلى الحياة خارج المستشفى، مباهج الحياة، ألوان الحياة، وما بها من حركة وبركة. ثم يصف جار النافذة لصاحبه ما يرى. خارج النافذة هناك انظروا معي حديقة غناء مليئة بالأشجار، بينما العشب الأخضر ينبسط بلا نهاية، والفراشات تنتقل من زهرة إلى أخرى. وهناك بحيرة يلمع ماءها تحت ضوء الشمس الصافية الساطعة، وفي البحيرة تسبح طيور البط والبجع، والأطفال يلهون بمراكب صغيرة ذات ألوان أحمر وأخضر وأزرق في مياه البحيرة، صنعوها بأنفسهم. بينما هناك رجل يجلس ليؤجر القوارب لمن أراد من زوار الحديقة أن يقضي بعض الوقت وسط البحيرة. والزوجات كل منهما تمشي تتأبط ذراع زوجها في سعادة، بينما الأولاد يجرون أمامهما يلهون ويلعبون ويتسابقون، والطيور تحلق في السماء. منظر بديع. كان صاحبه يستمع بانبهار لكل هذه التفاصيل الدقيقة التي يقصها عليه صاحبه. كان لا يراها نعم، لكنه كان يغلق عينيه ثم يتخيل ما يرى بعين عقله. في يوم من ذات الأيام وصف له فرقة عسكرية تمشي وأمامها فرقة موسيقية، هذه المشية المميزة، بينما يرتدون بالزات عسكرية وعزفون الموسيقى العسكرية بآلات النحاسية وغير ذلك. أيضا كان لا يستطيع أن يسمع، لكنه كان يستطيع أن يتخيل كيف هي الموسيقى
وكيف هي الأجواء؟ ومرت الأيام والرجلان على حالهما، لكن دوام الحال من المحال. ففي يوم من ذات الأيام دخلت الممرضة على عادتها إلى الغرفة لخدمة رجلين. ها، صباح الخير، كيف حالكما أيها السيدان؟ أنا بخير حال والحمد لله، لا أدري ما جار النافذة صاحبي يغط في نوم عميق. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير سيدي. صباح الخير. صباح النور. هزت الرجل لم يرد. جار النافذة قد مات. رحل في هدوء الليل بينما صديقه لم يشعر به. غم عظيم وحزن جسيم كان في قلب الرجل. فرفيقه الذي كان يعمر معه هذه الغرفة قد رحل وتركه وحيدا. قامت الممرضة بالاتصال بالإدارة كي يخرجوا جار النافذ من الغرفة. وبعد تفكير بكى الرجل وطلب من الممرضة أن تقوم إدارة المستشفى بنقله إلى جوار النافذة. فكان له ما أراد كونه ليس هناك مانع من ذلك. وفي أول يوم له بجوار النافذة وعند ساعة العصر تذكر صاحبه وكيف كان يحكي إليه ويسرد له كل ما كان يحدث خارج الغرفة. وهنا قرر أن يفعلها ولأول مرة، أن يجلس ويكافح لينظر من النافذة. ورويدا رويدا تعامل على نفسه وجلس. وجاءت اللحظة، نظر من النافذة. ما هذا الذي أرى؟ ما هذا؟ أيتها الممرضة ائتي لي بسرعة. جاءت الممرضة، قال ما هذا؟ قالت ما هذا؟ ما هناك؟ قال أين الحديقة خارج النافذة؟ قالت أي حديقة؟ قال والطيور والبحيرة. قالت أي بحيرة؟ فقط هذا الجدار الأصم. خارج النافذة لم يكن هناك سوى حائط أصم. قال لها وكيف؟ لقد كان صديقي يقص علي كل يوم ما يحدث خارج النافذة في الحديقة. قالت هذا الحائط موجود منذ سنين. والأعجب يا سيدي أن صديقك كان كفيف لا يرى. ثم قالت يا سيدي لقد كان صديقك يحبك أيما حب. لقد اختار أن يقص عليك ما لا تراه عيناه من مباهج الحياة وروعتها وألوانها كي يزرع في قلبك الأمل والسعادة والرغبة في الحياة. كم هم الأشخاص الذين حولنا ينتظرون منا كلمة تسعدهم، نظرة تسعدهم. كم هم الأشخاص الذين ينتظرون منا أن نفتح لهم نافذة للسعادة على حياتهم، وقد نبخل ذلك في زخم الحياة ونحن نتسابق فيها على ما يتسابق فيه غيرنا. هي رسالة إذن أن نتذكر أننا نستطيع أن نسعد الآخرين. الناس لا تتذكر ما نقول وقد لا تتذكر ما نفعل، لكنهم أبدا لن ينسوا. كيف نجعلهم يشعرون بنافذة للحزن أم نافذة للسعادة؟ شكرا لكم.